انخفضت أرباح شركة النفط البريطانية بي بي في الربع الثاني من العام 2016 بنسبة قدرت ب 45%. توقعات المحللين أشارت إلى أن بي بي قد تحصد أرباحاً بقيمة 840 مليون دولار في الربع الثاني، ولكن الأرباح جاءت ب 720 مليون دولار فقط. هذا ويأتي هذا التراجع بسبب استمرار وفرة المعروض النفطي العالمي وانخفاض هوامش التكرير التي سجلت أضعف أداء لها منذ 6 سنوات.